في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، والذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية. عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من السيد خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليوناني، والفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والسيد جيريمي كوين وزير مشتريات الدفاع البريطاني، وممثلي شركة ثالث الفرنسية، والسيد إريك بيرينجي الرئيس التنفيذي لشركة MBDA الفرنسية، والسيد ألكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سافران الفرنسية، والسيد جوزيف فرانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وجنرال كمال جونا رانتي سكرتير أول وزارة الدفاع السريلانكية، والسيدة دانييلا تودوروفا فازيليفا وزيرة الاقتصاد البلغارية. وقد تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق روميليز روزنزيندي القائد العام لقوات الدفاع المجرية، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستاني، واللواء بحري لوران مربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، والفريق أول مابالا موسينسي سالستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوي السوداني. حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.